in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله. عرفنا سابقا عن آلية تنفيذ نظام التدفئة المركزي باستخدام المشعات. اليوم رح نتعرف عن آلية تنفيذ النظام بطريقة التدفئة الأرضية. يمكن تنفيذ النظام بطريقتين، الأولى عن طريق إدخال أنبوب بشكل متعرج كما نلاحظ في الشكل، أما الطريقة الثانية عن طريق إدخال أنبوب بشكل حلزوني في الأرضية وأنبوب آخر لإعادة المياه إلى المرجل، مما تتكون الأرضيات المستخدم فيها نظام التدفئة الأرضية. في البداية يكون لدينا طبقة من البيتون المسلح المكون للأرضية، تليها طبقة من رمل التسوية من أجل تسوية الارتفاعات ضمن الغرفة، ومن ثم طبقة من العزل الحراري من أجل ضمان عدم تسرب الحرارة إلى الأسفل، وأيضا طبقة عاكسة للحرارة من أجل الاستفادة القصوى من الحرارة وعدم ضياعها. وبعد تمديد الأنابيب ضمن الأرض نقوم بتثبيتها بعناصر التثبيت والذي يبعد كل عنصر عن الآخر بمقدار 40 سنتيمتر. وبعد أن قمنا بتثبيت الأنابيب نقوم بمد طبقة من البيتون المسلح بتسليح خفيف من أجل حماية الأنابيب والذي يزيد ارتفاعها بمقدار 2 سنتيمتر عن ارتفاع الأنابيب. وهيك بتكون تعرفنا عن آلية تنفيذ نظام التدفئة الأرضية. شكرا لمتابعتكم.